بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في حديث الإمامة الحديث الذي رواه الكليني عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام، وهو من اجل الاحاديث في موضوع الامامه، حيث ان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يستدل على وجوب الامامه وعلى تعين الامامه في آل محمد بعد رسول الله صلى الله عليه واله. بالادله القرانيه والادله العقليه وبعد ذلك يذكر فضائل الامام وخصائصه ذكرنا ان الامام عليه الصلاه والسلام الامام الرضا استدل على لزوم الامامه بدليلين الدليل الاول ان الله سبحانه وتعالى بين كل ما يحتاج إليه الناس في القرآن الكريم ولم يمض رسول الله صلى الله عليه، وآله إلا بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى الدين وموضوع الإمامة من أهم مسائل الدين ولا يعقل أن لا يبينها الله سبحانه وتعالى في القرآن وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عين الامام عليا والائمه من بعده للامامه والدليل على ذلك ايضا من القران الكريم لان الامامه منصب جليل وابراهيم عليه الصلاه والسلام بعد نبوته بسنوات طوال امتحنه الله سبحانه وتعالى في هذه السنوات الطوال بامتحانات كبيره ومتعددة، وأكبر تلك الامتحانات، امتحان أمره بذبح ولده إسماعيل فلما نجح في كل الامتحانات وفي هذا الامتحانات بعد ذلك جعله الله إماما، وإذ ابتلى إبراهيم رب ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. زين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رأى هذا المنصب العظيم الذي ناله بعد اختبارات كبيره، وبعد ان كان نبيا بسنوات طوال، بعد ان كان رسولا بسنوات طوال، رغب في ان تكون الامامه في ذريته، فدعا الله سبحانه وتعالى فقال: ومن ذريتي الله اجابه بقوله لا ينال عهدي الظالمين فاولا الامامه عهد الله سبحانه وتعالى وعهد الله الى الله لا الى الناس الله عهده هو الذي يامره للناس لا انه يفوضه الى الناس حتى يصير عهدا للناس يصير باختيارهم كلا كما ان النبوه عهد الله سبحانه وتعالى كذلك الامامه هي عهد الله سبحانه وتعالى. هذه المنزله العظيمه التي نالها ابراهيم بعد نبوته وبعد اختبارات متعدده هذه المنزله اعظم من النبوه فلا يمكن ان يتبوأها انسان عادي مؤمن عادي ليس بمعصوم. ليس مصطفى من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الامه يوجد ناس اصطفاهم الله كما قال سبحانه وتعالى ثم اورثنا الكتاب يعني القرآن علم القرآن ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فبعد رسول الله هناك ناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. يعني عصمهم جعلهم لائقين لهذا المنصب ثم انالهم ذلك المنصب لان الله حكيم اذا منصب لا يليق بشخص اعطاء ذلك المنصب لذلك الشخص خلاف الحكمه والله حكيم فاذا الله اراد ان يعطي منصبا لانسان يجعل في ذلك الانسان القابليه لكي ينال هذا المنصب زين ابراهيم دعا الله اجابه لا ينال عهد الظالمين فاي ظالم هذا لا يمكن ان يكون اماما كان مشركا في زمان شركه نقول هل عهد الله سبحانه وتعالى ينال هذا الانسان؟ لا ينال عهد الظالمين حتى لو بعد ذلك امن لانه في الوقت الذي وعد الله سبحانه وتعالى ابراهيم بهذا الوعد لم تكن ذرية ابراهيم في ذلك الوقت موجوده الا اسماعيل واسحاق الله سبحانه وتعالى جعل ائمه اخرين من ذرية ابراهيم ايضا اضافه الى اسماعيل واسحاق جعلهم ائمه عليهم الصلاه والسلام من انبياء بني اسرائيل وهم من ذرية ابراهيم عليه الصلاه والسلام الى النبي محمد صلى الله عليه واله هؤلاء في اللحظة التي دعا ابراهيم لكي يجعل الله سبحانه وتعالى الإمامة في ذريته، الله قال: هؤلاء الذين ليسوا بظالمين ينالون الإمامة، أما الذي أشرك، الذي ارتكب كبيرة، كذا، هذا ظالم فلا ينال هذه الإمامة أبدا. الله استجاب دعاء ابراهيم، ولذا في آيةٍ اخرى من القران الله سبحانه وتعالى يقول: "ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاح وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين" هو ابراهيم دعا للولد الله استجاب دعاءه فرزقه اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ابراهيم لم يدعه لكي يرزقه يرزقه الله سبحانه وتعالى حفيدا الدعاء كان ان يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا الله استجاب دعاءه وزياده قال له نهب لك اسحاق هذا الذي دعوته طبعا اضافه الى اسماعيل وإضافة على دعائك زيادة على دعائك أزد زدناك بإسحاق ما كان ضمن الدعاء لكن الله سبحانه وتعالى تفضلا أضاف إسحاق وأيضا ذرية إسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا صالحين طبعا الصلاح اللي في هذه الآية مرتبة راقية جدا من الصلاح بحيث أن يوسف عليه الصلاة والسلام في دعاء يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين يعني المرتبة اللي كان عليها إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذه مرتبة عالية جدا بحيث أن يوسف وهو نبي من أنبياء الله من ذريتهم دعا الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بتلك الدرجة وألحقني بالصالحين لأن الصلاح درجات مختلفة مؤمن عادي يلتزم بالواجبات يترك المحرمات هذا صالح هذه درجة ورسول الله محمد صلى الله عليه واله أيضا صالح هذه أعلى درجة الأنبياء الله فضل بعضهم على بعض فدرجه صلاح بعضهم اكثر من الاخرين منهم فان يطمع نبي من الانبياء ان يلحقه الله سبحانه وتعالى بالدرجه العليا بالدرجه الاعلى فهذا دعاء يدعوه لكي يستجيب الله سبحانه وتعالى لذلك الدعاء وكلا جعلنا صالحين بعد ذلك في الآية اللاحقة الله يقول: وجعلناهم يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا مو بأمر الناس ليس الناس انتخبوهم كأئمة، لم يكن بأمر الناس الناس خالفوا إبراهيم اضطر إبراهيم أن يهاجر من بابل في فلسطين ايضا الناس لم يجتمعوا حوله ذهب الى جزيره العرب عند بيتك المحرم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه لم يكن حاكما على الناس ابراهيم في يوم من الايام ولم ينتخبه الناس لكي يكون حاكما اماما عليهم وإنما الله سبحانه وتعالى اختاره لكي يكون إماما هسه الناس اتبعوه من سعادتهم خالفوه من شقائهم ليس بالضرورة الإمام المنتخب والمعين من قبل الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يكون حاكما يمكن الناس يرفضوه لذا إبراهيم لم يكن حاكما إسحاق لم يكن حاكما يعقوب لم يكن حاكما ومع ذلك وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا، يعني بسبب امرنا بسبب ارادتنا اصبحوا ائمه يهدون الى الله بامر من الله سبحانه وتعالى لا بانتخاب من الناس. واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه، طبعا الصلاه والزكاه من الخيرات هذا ذكر الخاص بعد العام. وكانوا لنا عابدين هذا في جانب العقيده، عبادتهم لله في جانب العقيده، في جانب العمل يفعلون الخيرات، يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة. فعندما ابراهيم دعا الله سبحانه وتعالى: ومن ذريتي، الله اجابه: لا ينال عهد الظالمين. فانتخب ابن ابراهيم اسحاق حفيد ابراهيم يعقوب للإمامة وانتخب غيرهم أيضا للإمامة كما في آيات أخرى من القرآن الكريم لذا هنا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها يعني الإمامة في ذريته أهل الصفوة والطهارة أهل يعني بمعنى الخليقين الجديرين إبراهيم عنده ذرية كثيرة فيها المؤمن وفيها غير المؤمن العرب من ذرية إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم لكن هؤلاء كثير منهم كانوا مشركين خالفوا دين جدهم وملة جدهم إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لكن الذين أصبحوا أئمة منهم أهل الصفوة أهل الصفوة يعني الذين اصطفاهم الله كما قال سبحانه وتعالى: ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. ال ابراهيم الله اصطفاهم ومن ال ابراهيم محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام. ال عمران يعني ال موسى وهارون وانبياء بنو انبياء بني اسرائيل كثير منهم يدخلون في آل عمران. أو المراد بآل عمران يعني مريم وعيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. إذا قال بأن جعلها في أهل الصفوة والطهارة. زين. هذه الإمامة جعلت في إبراهيم ثم في إسحاق ثم في يعقوب فلم تزل في ذريته يعني في ذرية إبراهيم يرثها بعض عن بعض. يعني الإمام السابق موجود عندما يموت بعده يكون هناك بعده يكون هناك إمام لاحق قرنا فقرن القرن في اللغة العربية إلى معاني متعددة وليس بمعنى مئة عام فقط هذا أحد المعاني أو إحدى المعاني مئة سنة تسمى قرن لكن الأصل اللغوي معنى القرن الجماعة المقترنون في زمان واحد الجماعة المقترنون في زمان واحد يسمون قرن بس هذا عشرين سنة أو ثلاثين سنة أيضا يقال له قرن فالمقصود شنو هو يرثها بعض عن بعض قرنا فقرن يعني جيلا فجيل في هذا الجيل أئمة إمام مات هذا الإمام في الجيل اللاحق اكو إمام لاحق وهكذا حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه واله إلى أن وصلت الإمامة إلى محمد رسول الله صلى الله عليه واله فهو نبي وهو رسول وهو إمام اجتمعت فيه هذه الثلاثة كما اجتمعت في إبراهيم إبراهيم كان نبيا رسولا إماما رسول الله محمد صلى الله عليه واله نبي رسول امام زين بعد الرسول هل انقطعت الامامه كلا الامامه مستمره النبوه انقطعت لانه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي بعد محمد لا يوجد نبي أي واحد يدعي النبوة فهو كاذب أشر لا نبوة بعد محمد لكن الإمامة استمرت من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب إلى الحسن إلى الحسين عليهم الصلاة والسلام وإلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه الإمامة لأنها منزلة عظيمة الشخص الذي يتبوأها يجب أن يكون مصطفى من الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن إبراهيم هو نبي هو رسول مع ذلك الله يختبر اختبارات ترتفع درجته حتى ينال الإمامة زين فلا يمكن لإنسان عادي غير معصوم يخطئ قد يذنب ان ينال منصب الامامه والتعيين من الله وليس من الناس لان الامامه عهد الله لا ينال عهدي الظالمين وقد اجمعت الامه على انه لا نص على ابي بكر او عمر او عثمان أو خلفاء بني أمية أو سلاطين بني العباس هذا إجماع الأمة إجماع الأمة على أن هؤلاء لم يكونوا معصومين ماكو أحد يدعي عصمتهم سواء من الشيعة أو من غير الشيعة بالإجماع يقولون هؤلاء ليسوا معصومين بالإجماع هؤلاء ليس لهم اصطفاء أدى بهم إلى العصمة فهؤلاء خارجون فمن الإمامة مستمرة. الاصطفاء مستمر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء هم آل محمد. والدليل على ذلك ثبوت عصمتهم. ثبوت طهارتهم بنص القرآن الكريم. وبنص أحاديث الرسول صلى الله عليه واله. أما نص القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أهل البيت هنا خاص بآل الرسول ولا يشمل زواجات الرسول وهذا ما روته أيضا غير الشيعة في كتبها أن أم سلمة الرسول صلى الله عليه وآله في حديث الكساء المعروف قال أنت على خير أنت مرأة مؤمنة متدينة لكن مكانك أنت مو مكانك هنا تحت الكساء التي نزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا وآية التطهير تدل على العصمة لأن الله سبحانه وتعالى الطهارة التشريعية يريدها للجميع لذا غير محصورة بجماعة من الجماعات يريد الله ليطهركم الطهارة التشريعية يعني الإنسان يؤمن يلتزم بالتشريع حتى يطهر نفسه لكن في هذه الآية آية التطهير الله يقول إنما إنما حصر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني الإرادة منحصرة بهؤلاء الاراده التشريعيه، الطهاره التشريعيه، هي عامه لكل الناس، الله يريد ان جميع الناس يؤمنوا، لا يرضى لعباده الكفر. لكن هنا عندما قال انما حصر، نعلم بان هذه اراده غير لتلك الاراده التشريعيه العامه. هذه اراده خاصه. وهي الاراده التكوينيه، يعني خلقهم طاهرين. الذنب رجس المعصية رجس الله أراد تكوينا أن لا يرتكبه الذنب المعصية يعني العصمة في حديث الثقلين المشهور المتواتر بين الفريقين الرسول صلى الله عليه وآله بعدما يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي يقول وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض لن يفترقا يعني أهل البيت لا يفترقون عن القرآن معنى ذلك لا يعصون لأن العاصي افترق عن القرآن في عصيانه لا يخطئون الخاطئ يفترق عن القرآن في خطئه لأن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالذي لا يفترق عن القرآن أيضا معصوم هذا فضلا عن الأحاديث الأخرى كقوله علي مع الحق والحق مع علي معنى ذلك أنه لا يخطئ لأن الخطأ باطل معنى ذلك أنه لا يذنب لأن الذنب باطل وليس بحق فلذلك انحصر الأمر في آل محمد صلى الله عليه وآله لذا يقول حتى أورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله فقال جل وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم شنو إبراهيم عنده؟ أولى الناس بإبراهيم ليسوا هم اليهود أولى الناس بإبراهيم ليسوا هم النصارى أولى الناس بإبراهيم منو نشوف شنو إبراهيم عنده عند النبوة أولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وآله إبراهيم عند الإمامة أولى الناس بإبراهيم محمد وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام إبراهيم عند الأعمال الصالحة أولى الناس بإبراهيم الرسول وآل الرسول والمسلمون المؤمنون الملتزمون إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي للذين اتبعوه يعني في زمانه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. ابراهيم كانت إلى جوانب متعدده. في جانب اللي هو النبوه اولى الناس الرسول. في جانب اخر اللي هي الامامه اولى الناس الرسول وال الرسول. في جانب ثالث اللي هو الايمان أو الناس الرسول وال الرسول وسائر المسلمين وسائر المسلمين المؤمنين. فكانت له يعني لابراهيم خاصة فكانت له يعني لرسول الله محمد صلى الله عليه واله خاصة فقلدها عليا بامر الله تعالى. الإمامة كانت لرسول الله الله سبحانه وتعالى أمر الرسول بأن يقلد عليا الإمامة يعني الله هو الذي اختار عليا وفي بعض الأحاديث حتى أمر الرسول بتعيين علي بن أبي طالب خلفا من بعده للإمامة لم يكن بواسطة لأن شأن الإمامة شأن كبير حتى جبرائيل ما كان الواسطة حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء هناك أوحى إليه أوحى إليه الله سبحانه وتعالى أمر إمامة علي بن أبي طالب مباشرة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى كذا فأوحى إلى عبده ما أوحى من جملته هذا فقلدها عليا بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله يعني بنفس الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى الرسول فقط مبلغ منفذ في هذه القضية لم يكن هناك داخل لرسول الله صلى الله عليه واله سوى تبليغ امر الله. اكو بعض الامور الله سبحانه وتعالى فوضها الى النبي. ان الله ادب نبيه بادابه ففوض اليه دينه. لكن بعض الامور الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها. هو الذي عينها فاوحاها الى الرسول والرسول فقط دور المبلغ. أداه بالنسبة إلى تلك الأحكام، طبعاً بحث التفويض إلى الرسول صلى الله عليه واله سيأتي وسنتكلم حوله مفصلاً. فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان. زين من بعد أمير المؤمنين في أولاد أمير المؤمنين. الإمام الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم الإمام الباقر ثم الإمام الصادق وهكذا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لكن ليس اعتباطا أيضا أمير المؤمنين له ذرية كثيرة لكن أي واحد من الذرية نال الإمامة في ذريته الأصفياء أولا لازم يكون اصطفاء من الله أمير المؤمنين عليه السلام له الحسن الله اصطفاه لذا كان بعد علي عليه السلام هو الإمام وله الحسين الله اصطفاه لذا بعد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام له محمد ابن الحنفية رضوان الله تعالى عليه محمد ابن الحنفية هذا من أبناء أمير المؤمنين لكن الله سبحانه وتعالى لم يصطفه للامامه هو انسان مؤمن متدين صالح لكنه ليس اماما لان الله لم يختاره للامامه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام عند ذريه اخرين لكنه لكنهم ليسوا ائمه زين ابناء الحسين عليه الصلاه والسلام ابناء الامام زين العابدين ابناء الامام الباقر الامام الصادق وهكذا السادة انتشروا انتشارا كثيرا لكن الله سبحانه وتعالى اصطفى للإمامة أحد عشر واحد من ذرية علي بن أبي طالب اللي هم الأئمة الاثنى عشر بإضافة أبيهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فأولا اصطفاء من الله ثم هذا اللي هو إمام لازم يتحلى بمجموعة من الصفات من جملة الصفات العلم الجاهل لا يكون إمام العالم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يهدي إلى الحق حق أن أيه يتبع من لا يهدي إلا يهدى ما يصير أنه الجاهل يكون إمام العالم لذلك بعد الإصطفاء الإمام يذكر في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان. طبعا واضح الاصطفاء يلتزم يستلزم الإيمان، لازم يكون مؤمن وفي أعلى درجات الإيمان. يكون عالم في أعلى درجات العلم، وأيضا مصطفى من الله سبحانه وتعالى. فهي في ولد علي خاصة إلى يوم القيامة. زين هؤلاء أئمة لكنهم ليسوا أنبياء. اذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه واله. زين هذا مقطع من هذا الحديث الشريف الذي يستدل به الامام الرضا عليه الصلاه والسلام على اصل موضوع الامامه اولا وعلى ان هذه الامامه في علي بن ابي طالب امير المؤمنين وذريته من الحسن الى المهدي عليهم الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ينتقل الى بحوث اخرى في موضوع الامامه نتركها الى حلقات قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين